والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا الحجة فريال أبو خليل الشيمي، مقيمة في الجيزة في الطوابق، وحصل عندي ألم والإشاعات أثبتت أن في حصوة في المرارة، فكنت خايفة بصراحة عشان كبر سني، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عشان أنا على اتصال بالله سبحانه وتعالى سخر لي ابن فاضل أستاذ استشاري جراحة، والحمد لله رب العالمين كل الدكاترة قالت لي إن لازم تدخل جراحي، لكن ربنا سبحانه وتعالى وفق الدكتور ممدوح وعملها لي بالمنظار. أتقدم بكل شكر وكل تقدير وكل عرفان للأستاذ الدكتور ممدوح مصطفى جراح، وعلى كل تعبه اللي تعبه معايا ربنا يبارك في عمره ويوفقه يا رب لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك، شفاك الله وعافيك. الله يسلم عمرك يا دكتور ويبارك لك يا ولد يا رب ويجبر خاطرك. زي ما أنا كنت بدرجة الموت ومحدش أنقذني إلا الله سبحانه وتعالى ثم حضرتك. بارك الله فيك.